أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. العزة لله والشفاعة يا رسول الله. لا إله إلا الله الحمد لله. لا إله إلا الله سبحان الخلاق العظيم. يا رب عنك ولاد الحرام يبعث لك ولاد الحلال. أنا بعرف شو بدك بهالقراية. بسم الله عليكي بحماية رب العالمين. صحي على خير يا عمري بحماية رب العالمين. صار بدك تغيير لهلا مخدك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله عليك عليك رب العالمين. نوم العوافي ان شاء الله. صباح الخير. يسعد لي صباحك من الله والرسول يا حق. أميت صباح يا أم إبراهيم. أهلا وسهلا. يا هلا حبيب قلبي. شباب لساتك سهران؟ شو يا أمو ما بقي شهر على الامتحانات. ربي بجاه حبيبه محمد ما يضيع لك تعب وينجحك ويوفقك أنت وإخواتك وجميع أمة محمد يا رب. قديش الساعة يا أمو؟ يعني بتطلع لها شي الساعة تنتين. أنو تنتين؟ إيه راح يقدم الصبح. ماني راحت علي نومي. يا مو ما راح تبطلي العادة بقى؟ مو بإيدي لك ابني. إيه؟ كامو أنت كبرتي، ما عدتي صبية تضلي طالعة بهالليالي على الدرج. بعدين نحن ما شاء الله يخزي العين صرنا كبار. ما بحاجة يعني. ديري بالك على صحتك يامو الله يخليكي بقى. أنت ما كلك فكرة وصحتي ما شاء الله عنها. سمعتني شي يوم شكيت الله. ولو؟ مو بإيدي يا ماما مو بإيدي. ما بحس حالي إلا فقت من النوم كأنه واحد منكن عم ينادي لي. مو بإيدي. إيه بكرة بدي أحكي لأبي بهالشغلة. بدي أحكي. أبوك بيعرف. بيعرف؟ إيه طبعاً بيعرف. شو مفتكر أبوك وحش يا ماما؟ إيه هو بنفسه طلع معي مرتين. لا يا ربي ثلاث مرات. معقول؟ إيه معقول ونص. أبوك قلبه كبير يا ماما. ايه عيوني اعمل لك كاسة شاي ولا فنجان قهوة؟ لا يا مو لا شاي ولا قهوة الله يخليكي. خلص بدي نام بقى. نوم العوافي. يا رب.
غطي لي اخي خالد لانه على راسي. هلا هلا واحد واحد، كل واحد يجي دوره لحاله. يخزي العين ما فاق له خمس ساعات نايم. ايه تغطى منيح لانه لسه في لسعه برد عم تصيب. ايه تصبح على خير يا روح امك. من اهله يا ام. يا حبيبي عتي، يا حبيبي يا خالد، طول لي عمركم يوفقكم. حاميك الله، بسم الله عليك، بسم الله عليك. يلا ماما تصبح على خير. يا عمري يا رب يا رب يا ميسر كل امر عسير يا رب. عمر معه حق، بين علي ختيرت. ابو ابراهيم، ابو ابراهيم. صباح الخير ابو ابراهيم. الصبح قد صار له نص ساعه. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صباح الخير. الله يسعد لي صباحك من الله والرسول. لا إله إلا الله. شبن أبو إبراهيم. شو ختيرنا؟ الظاهر هيك يا أبو إبراهيم. فيك البركة. بسم الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار. بسم الله الرحمن الرحيم. عمل بقابه تحت باطه وبلش يرقيد. يا سيدي مين فيكم بيعرف ليش ابو سلمى اسمه ابو سلمى؟ مع انه عنده ثلاث صبيان الله يسلم له اياهم غير المحروسه سلمى. معكم خمس ثواني لتجاوبوا. عجزتوا ما؟ وانا كمان ما بعرف. والله انت ابو السباع والله. الله يخلينا اياك يا سيدي. انت اخ واكثر من اخ يا ابو سلمى. اسلام علي الحلال اللي بيضربك وردي لا اضربه بحمر ريحان. نحن عزنا من عزك وقوتنا من قوتك خليل بيك. الله يخليك. اسمعوا يا شباب. سمع الكل سمع. المعلم رح يحكي. تفضل. انا بعد بكره باذن واحد احد
متيسر على السعوديه. حاج مبروك سعيد مشكور. شبك مش بساطين انتوا؟ لك هلا في موسم حاج سفره شغل عمل. ان شاء الله بتروحوا ترجع بالسلامه يا خليفه. الله يسلمكم ويطعمكم زياره النبي بجاه الشفيع. امين بجاه سيد المرسلين. انا ما بدي توصاي، كل واحد حصته بتصلوا لعنده، بقصد يعني هديته. الله يديمك يا خليل بيك. وانتو كمان ما بدكم توصاي؟ امر امر. يعني بدي ارجع من السعوديه باذن واحد احد، لاقي كل واحد عم يشتغل بشغله مثل الساعه. ما بدي اسمع عن مشاكل بنوبه، فهمتوا؟ فهماني شو عم يقول خليل بيك؟ ايوه هذا مو كل شيء. تفضل يا رب. يا انا فهمت ابو سلمى، يصرف لكل واحد منكم إكرامية إجرة جمعتين، وبتصرف لحالك إجرة أربع جمع. الله يخلينا إياك ويديم فضلك علينا يا رب. بس مثل ما فهمتكم، إذا برجع وبلاقي واحد منكم عامل مشاكل، علي الحلال لا أحرق نفسه. يا سيدي أنا بكفله خلاص. وهلا كل واحد على شغله، والله يعطيكم العافية سلام. الله يعطيكم العافية. الله معكم. يلا رجع بالسلامة. تفضل. يلا يا معين يا رب. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو سلمى ما بدك توصاي بالشغل؟ ولو من عيوني يا خليل بيك. تسلم عيونك. بسم الله الرحمن الرحيم. سعي قبل ما أنسى. خبرني خليل بيك. الله يرضى عليك، المساء عشنا عندي على البيت. خير إن شاء الله. إن شاء الله خير. يمكن أنا بكرة ما أقدر أجي لهو. تؤمر يا سيدي. العفو. أختي عم أعطيكي أحسن بضاعة. يعني إذا بتفتلي كل السوق ما بتلاقي أختك بضاعة. والله هي ما عجبتني. طيب شو رأيك بهي؟ هي حلوة. هي شو رأيك؟ طيب هي الحمراء. شو رأيك فيها؟ أنت مشان شو بدك إياها؟ مو للعروس هي؟ للعروس هدول للبنات. هي احسن بضاعه يا حجي، الله وكيلك احسن بضاعه. شوفي انت، شوفي لي اللون لسيه. لا امور إيه. اهلا وسهلا اختي مصياحه. اهلا وسهلا. اهلين يا ابي. هي صحيحه بضاعه وطنيه، بس صدقيني احسن من اي اجنبي فات على البلد. هي شغل معاملنا، خذي منا وعلى كفالتي انا. بعمل فتله وبجي. على راحتك حجي، اللي بريحك. اهلين وسهلين حجي، يا هلا، شرفتي محلكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابني وينه اخوه ابراهيم؟ راح. لوين راح؟ ما بعرف. شلون يعني ما بتعرف؟ ما بعرف. طيب ليش ما سألته؟ ما سألته لأنه الكبير. ها لأنه الكبير. طلعت الأردن شحنتوها؟ وردناها. وبضاعة حلب؟ لسه. ليش لسه يا أبي؟ لسه ما وصل الرد لأن. شلون يعني ما وصل الرد؟ ما وصل الرد. هلا انت اجدب ولا عم تجدبها؟ ليش هيك عم تحكي يا بي؟ تلغراف هاد صار له يومين هون. ما انتبهت له. لانك اعمى قلب واخوه اعمى قلب اكثر منك. انا من امبارح فهمته شو بيشتغل. وين نط على راسه؟ يا بي عن جد ما بعرف. ها؟ خير ان شاء الله. بس يرجع نتفاهم. ها وهي الافندي الثاني شرف. اهلا وسهلا ومرحبا. شو جاي تعمل هون ولا؟ ما بعرف. عم ترد بوشي ولا خالي؟ شو عليه يا بي؟ هي متحاسب عليها بالبيت. هلا نحن قاعدين بباب نزر وقاعدين بسوق بين الناس. بس نصل للبيت يفرجها الله. يا بي من الصبح لهلا ما اجاني ولا زبون واحد. شو النغمه اللي عم بسمعها ولا؟ ولك 100 مره صرت مفهمك.
المحل بده رجل مكسورة. فكرنا صرت رجال فتحنا لك محل. صار بدك تتنمرد تفتح المحل على كيفك وتسكره على كيفك، ولك هاي كمان حسابها بالبيت. لك عم تشربتن ولا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا مختار؟ الله يعزك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أهلين خليك. شايف وشك في حكي خير إن شاء الله. الله يزيد الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين الشاب؟ ولو سعيد أفندي جاكو. جارنا. قصدي أخو حرمة المرحوم جاركم أبو الخير الله يرحمه. إيه رحمة الله عليه. تعيش. راح شهيد نياله. دخلك ام الخير، شو احوالها؟ لازم اشي مساعده. حاكم الرسول صلى الله عليه وسلم اوصف سامع جار. سيدي افضالكم كثير، تعرف الله يرحمه كان عنده ورد كثير ولساتها شغاله، بعد الحلال كثار، وهي اخوها اجى يعيش معها، وهو كمان لا وراه ولا قدامه غير هالاخت. يا سيدي الله يخليهم لبعضهم. الله يخليك يا خليكي. مرحبا ابو مصطفى. شلونك يا بي؟ اهلين حسام. اهلين وسهلين. وصلت لمالي يا اخي؟ وصلت على عيني. تمام على عيني. هلا بنتعي لك. اهلين مختار. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا سيدي ما قلت لي بشو عاوزني؟ سيدي في جماعه عم يبنوا ملجا للايتام. ايش وعليه؟ وطلبوا مني احكي معكم خليل بيك. يعني لازمهم مصاري. نعم سيدي. ايه على عيني. مرحبا ابو وليد. اهلين وسهلين. شلونك يا بيه؟ اهلين وسهلين. السلام عليكم. اهلين وسهلين. اهلين مختار. اهلا وسهلا. شلونك يا مختار؟ تمام الحمد لله. يا بدنا صلحتها. شكرا. هاي سكرة. هاي سكرة انت والمختار. الله يخليك. اهلين وسهلين. تسلم ايديك. اهلين وسهلين. اهلين. هدية الحج ان شاء الله. يا ابراهيم. اهلين ابو النور. يا سهلين. وصلتك كرستا. الله يرضى عليك. متى ما بعت الفسكار لا تسود وشنا. امور انت والمختار. امور. ها؟ السلام عليكم. السلام الله معكم. ايه سيدي قديش لازمهم؟ سيدي المطلوب نجمع من حارتنا 1000 ورقة. 1000 ورقة؟ قل لهم لهدول اللي ألفن على الأيتام كثير، مو حارة إبراهيم اللي بتتبرع ب 1000 ورقة. مرحبا فيك. شلونك؟ شلون أبو مصطفى؟ راح على الشغل؟ يعني طاب. ألف الحمد لله، مبروك، الله يديمه في راسكم. تكرم أنت والأيتام. الله يديم عزك خليل بيك. تعال معي الحالي هلا. يلا تفضل. يلا يلا. لا حدا يطلع لبرا معي ضيف. تفضل يا مختار، أهلا وسهلا. يلا. تشرفت. يا معوض. معوض. أهلين يا أبي، تأمر شي؟ أنت معوض شي؟ معوض بالمطبخ عم تساعد أمي. تعال هون لشوف. ليش قلب خلقتك؟ ماني قلب خلقتي. شو عم تعمل هون؟ سوق دائر.
شو داير ما؟ ايه؟ ليش لا؟ قول لا ما بتترك الشغل من ايدها وتعطيك 2000 ورقة. تعا سير. ألفين ورقة كله من خير الله يا مختار. وشوف انت شو بتقدر تجمع من أهل الحارة فوقهم، كله خير وبركة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا عموري، أهلا نبي. تع 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 حبيبي تع. كيفك يا مختار؟ أهلا سيد عمر. كيفك يا أبي؟ الله يرضى عليك. واصلي واصلي. شلون دروسك يا أبي؟ منيحة. ليش هيك عم تقولها من غير نفس؟ تعبان. خير إن شاء الله يا أبي؟ عم يجعك شيء؟ لا. لك من شو تعبان؟ خلاص لفها بقى. أمرك سيدي. لفيناها بتأمر أمر. هذا الولد حصتي يا مختار. الله يوفق لك يا رب. الله يخلي لك يا رب. دائما صغير بيكون مدلل. لا لا، مو لأنه صغير، لأنه طول عمره قدع ورافع راسي. بالمدرسة ما بياخذ إلا الأولية، مو على صفه بس، لا على المدرسة كلها. هلا عم يدرس بالتجهيز، عنده بكالوريا ثانية، يعني بالصف 12، والسنة الجاية بده يفوت على الجامعة ياخذ الأولية عليهم كلهم ويضل رافع راسي. إن شاء الله بيضل رافع راسك على طول. الله يخلي لنا إياك. شو صار معكم؟ لحظة يا أبي. هاي 2000 يا مو. ايه. روح يا معطي اياها المصاري. ايه. لك امي روح اللي بيستعوا. طيب طيب. شرف يا مختار عدهم. معقول هالحكي خليلي؟ ان شاء الله بنقطعوا اصابيعي ولا بعدهم. شو رح تعمل مختار؟ وصل بالمبلغ. ايه ليش لا؟ تفضل. يسلموا ايديك. انت شرفت يا مختار. يزيدك شرف خليلي. يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. مع السلامة مختار. قلت لي مالك انا بخلقتك، ما هيك يا حبيبي؟ ما هيك يا حبيبي؟ يا اخي الدكتور الدكتور يا ابي بوسي يا ابي روح عمر روح من وجهي يا ابي خلص بقى خذي بنتك وروح يا معلم. شلون شلون يا ابي لفه بقى خذيه لك شلون بدي لفه ورق فندي ما عم يتحاكى يا ابي يلعن ابوها العيش الواحد من ورا لا يقرا ولا يكتب بيته خلص لفه بقى لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله خلص روق يا بي ولك هالمرة راح أحط لك يا بي مش أنا مرة ثانية أنا بعرف كيف ربيك استغفر الله العظيم يا ربي روق يا بي استغفر الله العظيم يا ربي وأتوب إليك خلص لك أمي خلاص تعال خذها على أمي يلا امشي امشي صلي على النبي ابو ابراهيم اللهم صلي على النبي وعلى اهل بيت النبي انت مرضان وعم تزعج لي حالك كمان ايش هيك بتطلع عصبيتك شو صار بالغداء الغداء جاهز حط لك يا بي حطه هون بالليوان هون ايه قدام البحر حاضر نفسي دايق مثل ما بدك بس صلي على النبي اللهم صلي على النبي بسيطة أنا بفرجي خالد خالد الله يلعني إذا بضل بهالبيت لفة أنت الثاني لفة بقى لفة ما أنا بفرجي لك شو بدك فرجي إذا بقى بشوف وشي تعا حاسبني لوين بدك تروح؟ على جهنم الحمراء لا معك شهادة ولا بإيدك صنعة لوين بدك تروح؟ مالك علاقة بدبر حالي بتدبر حالك ما هيك؟ ايه لفه لفه وبلا جنان الجنان ضل هون بهالبيت تحت رحمته يا خالد يا خالد مهما جرب يضل ابوك ابي ما في اب بالدنيا كلها بيعان ولاده بهي الطريقه لا يا سيدي في يا سيدي وقت اللي بلاقي مثله برجع
هلا قوم قوم نتغدى وبلا هجنان هذا قوم. ما بدي قوم، روح عندي. وين ابراهيم يا ام ابراهيم؟ ما رجع. شلون يعني ما رجع؟ وين راح؟ والله ما بعرف. شلون ما بتعرفيه؟ ايه ما بيقول لي وين بيروح. اليك ما بيقول لك وين بيروح، ولي ما بيقول لي وين بيروح، وين عم تنقطع رقبته؟ بتعرف وين عم يروح اخوك يا تحسين؟ شو بيعرفني؟ كيفك يا بي؟ اهلا عموري. اهلين ابي اهلين. بتعرف لك ابني وين عم يروح اخوك ابراهيم؟ يا بي ارجوك لا تناديني بهالكلمه مره ثانيه. ليش حبيبي ليش؟ ليش؟ يا بي اسمي عمر. حاضر يا سيد عمر. يا استاذ عمر، بتقدر تعرف وين عم يروح هالولد ابراهيم؟ لا، ما بيحكي لي عن تحركاته هذا اولا، وثانيا اللي انت بتسميه ولد اكبر مني بكذا سنه. لك بعرف انه اخوك اكبر منك، بس عقله هالقد. وليش بقى عقله هالقد؟ لانه مو اخذ عقله غير السياسه. ما بيهتم غير بالسياسه لشوف السياسه بشو بدها تنفعه. بعدين تعال لك انت شو قصتك؟ صاير عنيد الايام. شو كمان ناوي تزعلني؟ والله يا ابي شايف انت اللي ناوي تزعل الكل. ايه قوم قوم اصرخ لاخوك خالد خليه يتغدى. خالد زعلان بغرفته وما بده ياكل. زعلان بتراضيك. مو انا اللي ضربته، اللي ضربه بصالحه. ايه؟ ليش لا؟ تكره. شلون استرجي تحكي معه بهالطريقة؟ أو ليش حتى ما استرجي؟ شو فيها يعني؟ لك الله يلعن شيطانك. أنا شو بدي غير مصلحتك؟ امشي يا رضا امشي امشي يلا. يا مو عمر لا بقى ترد بوش ابوه، خايفه شي نهار تطلع براسه. يا مو الله يخليكم ما حدا يتدخل بيناتنا، انا ويا اصحابه ماشي الحال. فانا بعرف كيف دبر اموري معه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وينك لهلا؟ اهلين. ليش تاخرت لهلا؟ يا مو مشغوله الكم يوم. بشو مشغول؟ شو هادي اللي لابسه؟ مو وقته هلا، بعدين بحكي لك. ابوك سأل عنك. وينه؟ وين خالد؟ اقعد يا ابني اقعد الله يرضى عليك. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا ابني. ممكن نعرف وين كنت حضرتك؟ طبعا ممكن. تفضل نورنا. بمعسكر التدريب. وين رح تحارب باذن الله؟ يعني ما عندك خبر؟ بشو ما عندي خبر؟ اليهود رح ينشئوا دولة بفلسطين، وانت انا شو؟ كمل. ما في شيء يا ابني. بشو عم تهتني لك ابني؟ لك لو لساني شاب كنت سبقتك لفلسطين. لما صارت الثورة على فرنساوي كنت أول واحد طلع على الأوضة، أنت بتعرف هالشيء وأمك بتعرفه وأهل الحارة بيعرفوه. لما بتكون البلاد بخطر مو أبوك اللي بيقعد بالبيت وبيعمل حاله ما عنده خبر. لا تواخذني يا أبي. السلاح اللي عم يصل لثوار فلسطين ولك أنا وأمثالي عم نتبرع بحقه. بتحب تعرف قديش صرت متبرع لهلا؟ سموا بالله كلوا كلوا كلوا. ولسه كل ما بملك فدا للثورة. لك أنا ما جيت للدنيا وبتمي مع الذهب، لا ولا مع الاهتمام. بتلوموني لأنه بضربكم أحيانا.
ولك انا شقيت وتعبت وكافحت لبنيتي اللي بنيته، ولما قامت الثوره على الفرنساوي تركت كل شيء ورا ظهري والتحقت بالثوره، وجاي حضرتك تقول لي هلا ما عندي خبر انه اليهود بدهم يعملوا دوله في فلسطين؟ الله يرضى عليك، ما بطلب من ربي سبحانه وتعالى الا انه يوفقكم وياخذ بيدكم. سموا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. كيفك؟ كيفك؟ كيفك انتي؟ منيحة. جبت لك كتاب جديد؟ جد؟ العبرات للمنفلوطي. ايه. ايه خلصت كتاب جبران؟ شو؟ حدا. يمكن شي قطة. يمكن. اشتقت لي؟ كتير. تعرف؟ شو؟ قصة حلوة كتير كتير. قصدي جبران. جايب لك قصة لسه أحلى منها بكتير. جايب لمين؟ لكاتب جديد اسمه نجيب محفوظ. نجيب محفوظ؟ بتعرف؟ أنا صار كتير عم بستمتع بالقراية. وعم حس حالي هيك عم أكبر ودماغي عم يتفتح. برافو. قلتي له شي لأبوكي؟ لو شفته اليوم كيف ضربوا لأخي. أني أخ فيه؟ خالد. إيه بس ما في أب بيضرب ابنه من غير سبب. ما في شيء. إيه المهم. المهم قل لي أنت. قلتي له لأبوكي قبل أول؟ أول شي لازم أقول لأخي عمر. عمر عنده أفكار كتير منيحة بخصوص حرية المرأة. عمر؟ إيه؟ الصغير ما هي؟ وهو الوحيد اللي بيمون على أبي. أنا اليوم لمحت له إني عاوزته موضوع ضروري كتير. المهم أنت طمني شو صار معك بالوظيفة؟ معاملة ماشية بسرعة، وقالوا لي جهز حالك للسفر. لباريس؟ لا، لروما. قال سفارتنا بباريس ما فيها شاغل، بس مو صحيح. مزبوط. ستي، روما. كل حال معاملة ماشية بسرعة، ويمكن خلال شهر استلم الشغل هنيك. مشان هيك لازم ننتهي من هذا الموضوع فورا. ايه؟ انا اليوم بحكي مع عمر وبكره الصبح برد لك خبر شو بيصير معي. ايه ايه منيح. وينك لحظة؟ العبرات. يلا يلا تفضل عمي ابو علي. يا ساتر يا ميت. اهلا وسهلا. اهلين وسهلين. شرف على اوضه الضيوف. لا ماشي الحال هون، ان شاء الله الوالد موجود. موجود. شرف تفضل. يا الله. يمكن عم يصلي العصر. جابي ان شاء الله. جابي ايوه عمي ابو علي. يا اهلين وسهلين ومرحبتين ابو علي. اهلين وسهلين. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. شلون شايف يا البطل؟ اي عمر ما في منه. عاوز شي يا بي؟ لا سلامتك يا بي. اهلين وسهلين ابو علي. يا اهلين وسهلين. سوي نفس ارجيلي يا بنت. حاضر يا بي. اي والله اهلين يا ابو علي اهلين. حضر استريح. شرفني شرفني. اي وين يا ابن الحلال؟ صار لك اسبوع غاطت ما حدا شافها. والله شويه مشاكل مع الولد ياسين. خير ان شاء الله خير. يا سيدي انا قلت له روح لخليل بيك، هو ظهرنا وسندنا بهالحاره وما في حدا غيره بيحل هالمشكله، بس يمكن هو خجلان يحكي معه. شو الحكي هذا يا عيب الشو؟ يعني الحقيقه نحن تقلنا عليك. نحن اهل يا حجي، اهل وجيران، واللي بيصير عليكم بيصير علي. الله يديمك ويعزك يا خليل بيك. ايه سيدي
شو هالمشاكل اللي صاير مع ياسين؟ مشان الوظيفة الجديدة اللي ساعدوا له فيها الخارجية، وهو مرشح لمركز منهم برات البلد، وكل يوم بيقولوا له صار وما صار، وبكرة وبعد بكرة، والقرار عند الوزير، يخايف لتروح من ايده الشغلة. حجي هيك ما راح يمشي الحال. خلي ياسين يجي لعندي ويشرح لي الموضوع من طقطق لسلام عليكم، وقول له ما يخاف، خليه يحط ايديه ورجليه بمي باردة. الله يوفقك يا رب. الأرجيلة يا بي. يسلموا ايديك يا بي. تأمر شي تاني يا بي؟ لا سلامتك. شو رأيك نفس حجي؟ لا دخلي عتشغل. شو خير؟ بدي أحكي معك كلمتين. تفضلي. مو هون. ما حدا رح يسمعك احكي. ابوك ادانه 10-10. لك ابوك بعيد، شو بيك؟ شايفنا بس. شو يعني اسرار؟ يعني هيك شيء. بنروح لغرفتي؟ او لغرفتي حي الله. اي يلا. خلي على الصبي يا بنت. خليه يشوف دروسه. هو اللي بده يعني يا بي؟ ايه ايه يا بي، انا اللي بدي اياها. اذا كان هيك ماشي الحال. شغلة المحروس بتاخدها من شواربي انا. لا تهكل هما بنوم. يلا يوفقك يا رب، الله يديمك يا خليل بيك. الله يخليك. اهلين وسهلين. لك شو بدي؟ عمر؟ انت بتحبني؟ انت بتعرفي انه ما بحب حدا بالعيلة كلها قدك. يعني ما بترفض لي طلب؟ ولا برفض لك طلب. شو ما كان؟ شو ما كان؟ بس قولي. أنا بدي إياك تقنع أبي. بشو؟ بأفكارك. أفكاري؟ أي أفكار؟ يعني إنه البنت مثل الشاب، وإنه إلها حق إنها تقرر مستقبلها بنفسها ما هي أفكارك؟ مزبوط، هاي هي أفكاري، بس لوين بدك توصلي؟ يعني وإنه بتقدر وإلها حق إنه تحب وتتزوج اللي بتحبه. لهون بدك توصلي؟ لا. مين هو؟ ما رح احكي لحتى اعرف شو رايك. بالاول لازم اعرف مين هو حتى اقول رايي. ما رح تقولي مين؟ كيف بدك ياني ساعدك لكان؟ ليلى الله يرضى عليك، مين هو؟ سعيد. سعيد مين؟ جارنا. أخوه لأم الخير ما غيره؟ بس هذا على معلوماتي كبير. أكبر مني ب 11 سنة بس. ولهلأ عزابي وين عم تشوفيه؟ على الاسطوح. بدك ياني اقنع ابي بشو؟ عمر هو بده يخطبني على سنة الله ورسوله. وانت خايفة انه ابوك ما يوافق؟ طيب وين بيشتغل؟ بوزارة الخارجية، ويمكن يسافر. لوين؟ لروما، عالسفارة هنيك. والله ما بعرف شو بدي اقول لك. بتحبيه؟ جاوبي، جاوبي بصراحة، لا تخجلي. هو
متأكدة؟ متأكدة. متأكدة إنه بده إياكي؟ لكان شو بده؟ يعني ما بده مصاري أبوكي مثلاً؟ لا، سعيد مو من هالنوع. بس هاي نقطة لازم تتأكدي منها منيح. متأكدة 100%. ليلى، ليلى أنا خايف تندمي. ما رح أندم. طيب اقعدي هلأ لنتفاهم. كيف بدنا نحكي مع أبي؟ شو بتقترحي؟ يعني إنه رفيقك و أبوك بيعرف إنه مالي ولا رفيق. طيب مو رفيقك رفيقك، يعني بتعرفه وبيعرفك و وإنه شافني معك مرة و قام إجا هلأ وحكى معي بالموضوع. على كل حال ما ينشغل بالك، أنا بلاقي طريقة. بس بدي أرجع لنفس السؤال. أنا سؤال بده إياكي أنتي ولا بده مصاري أبوكي؟ يا الله يا عمر، ليش ما قبلها تصدقني؟ لأني خايف عليكي، لأنك لساكي صغيرة. صغيرة؟ مو أكبر منك بسنة أنا؟ خزي العين، أكبر مني بسنة صحيح، بس من 7 سنين ما طلعتي على الحارة إلا بالمناسبات. ولا مفكرة هالكتب اللي عم تقريها ساوتك عالمة؟ ليلى، ليلى. خلص ولا يهمك، مثل ما اتفقنا تركي الموضوع علي. أنا بكرة أو بعده بشوفه وبحكي مع أبي مباشرة. خلي ليك يا رب. تكرم عينك. يا ليلى. خير؟ نعم أمور. شو عم تعمل هون؟ مين بعثك؟ ما حدا بعتني. شو عم تكتب؟ عم أعمل حسابات السفر. رجعنا لنفس الموال؟ ما في براسي موال تاني. لوين بدك تسافر؟ مبدئيا لأمريكا. أوف، لأمريكا فرد مرة؟ ايه، عندك مانع؟ طيب من وين بدك تجيب تكاليف السفر؟ لا تخاف، ما راح سرقها من عند الجيران. يعني راح تسرقها من البيت؟ عمار الله يرضى عليك، الفحص قرب، روح على دروسك. اقرا بدروسي؟ ليش انا عرفان اقرا كلمه بهالبيت؟ شو صار لكم هالسنه؟ شو صار لكم؟ كل واحد عنده مشكله بتكسر الظهر. راح جن؟ اخي لا تجن ولا على بالك، خلي كل واحد يقلع شوكه بايديه. يقلع شوكه بايديه؟ من وين جبت له هالمتر؟ اللي بيعيش مو بس بيشوف، بيتعلم كمان. بيتعلم؟ ليش انت عم تتعلم؟ لا اله الا الله، هلا حل عني يا لك. خالد، خالد هلا من شان ما بيعيفني يا عمار. رح جن لك بس، رح جن.
ما عاد في يحتمل العيش بهالبيت. وهو ايه؟ لازم لاقي لي حل. قديش هذا؟ 3010 ليرات. 3010 صح. ايوه. 275. 275. بتعرف يا ابو سلمى؟ باذن الله مالي راجع من هالسفره الا ومعي اتفاقيه على طلبيه محرزه. ان شاء الله. مشان هيك بدي همتك. اه توكل على الله خليل بيك. خير يا ابي، لوين مسافر؟ على السعوديه يا ابي. امتى؟ ان شاء الله بعد بكره الصبح. شي؟ ايه ما عندي خبر. لك ابني ما حدا عنده خبر. حتى امك ما خبرتها. ليه؟ مالي فاضي دوشه، ودع ناس واستقبل ناس، لك شو بدي بوجع الراس؟ ايه سؤال ايه؟ 275. تفضل. 275 سجل. 1100 1100. مساء الخير. أهلين خالد. مساء الخير. مساء الخير يا بي. إجا السيد ياسين. ايوه. وين ولا؟ قاعد بأوضة الضيوف. أنا هلا بجي. 500 500 500. حمل التليفون وخذوا على أوضة الضيوف. فصلوا. 75 قرش. ولك شو بك واقف وراسي مثل خيمة شباط؟ 30 ليرة. لك الله يرضى عليك يا خالد. بدي اياك تنتبه على المحل بغيابي. ها؟ حاضر حاضر. يلا تيسر. لك يا جماعة هالولد أكثر واحد تعبني. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. أنا شلوني يا بي؟ مثل المي بطلوع يا بي. الله يسامحك. يلا عن إذنكم يا جماعة. الله معك. أبو سلمى زكاة ولادك. مور. احكي لك كلمتين مع المنظوم، خليه يدير باله على المحل منيح. حاضر خليل بيك. اسجل هلا شوي. 3460 ليرة والقروش كمان سجلها؟ طبعا. ايوه 3460 ليرة و70 قرش. أي آخر نفدة. أي آخر نفدة. قلت لي بدك تروح على باريس يا ياسين؟ ايه والله. ايه دنيا حظوظ. اهلين وسهلين ومرحبتين. اهلين وسهلين. مرحبا استاذ. كيفك؟ اهلين وسهلين. الله يرضى عليك. عاوز شيء يا بي؟ لا سلامتك يا ابني. الله يسلمك. بس الله يرضى عليك يا بي. يعني بغيابي بدك تكون كاني انا موجود. ها؟ على راسي. انت بدالي؟ على راسي. الله معك. تفضل استريح استاذ. اهلين. الله يزيد فضلك. شرف شرف. منيح اللي جيت هلا لانه بكره مسافر ان شاء الله. لوين اذا الله راد؟ على السعوديه. تروح وترجع بالسلامه ان شاء الله. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. عندي شوية شغلات هنيك بدي انهيها. المهم اجى والدك لعندي وما فهمت منه شيء. على علمي انت موظف بالخارجية، شو تركت الوظيفة؟ لا بس المشكلة مرشح للسفرة بباريس، وبتعرف خليل بيك، هيك شغلة بتحسن وضعي شوي. ايوه يعني هي الوظيفة الجديدة أجسام. وين واقفة شغلتك؟ بمكتب معالي الوزير. طبعا عند معالي الوزير، لانه هي شغله ما بيقطع وبيوصل فيها غير معالي الوزير. مساء الخير يا مو. يسعد مساك تقبرني. خير ان شاء الله. وين كايه؟ ليش كل قد مغبر؟
شو هالحالة هي يا ماما؟ ولا شيء يا ماما ولا شيء، طولي بالك، كنت بالتدريب، بتعرفي يعني التدريب وغبرة خير يا ماما، خير إن شاء الله. ما في إلا الخير يا ماما. فيقيني الصبح مع أذان الفجر، لازم أصحى على بكير. يعني معناتها في شيء جديد؟ ما في إلا الخير، بس قالوا لنا لازم تجمعوا بكير بالمعسكر. معناتها الشغلة جد يا سيدي. الاستاذ ياسين بيعز علينا كتير، هذا عمه بيكون صياح، كان بمعية والدك الله يرحمه بثورة 25، كانوا بالغوطة سوا. الله يخليك، الله يديمك يا رب، الله يديم عزك، الله يسلمك. بكرة الساعة 10 بيكون قرارك ممضي خالص، مبروك. الله يبارك فيك، والله ما بعرف شو تقول خليل بيك. لا تقول شيء، ما بحب اسمع ولا حرف. الله يديم عزك يا رب، الله يديم عزك. يا اهلين وسهلين. يلا اسمح لي خليل بيك. عود يجيبوا لك قهوة. امشي، رح امشي انا. ايه مثل ما بتريد، على راحتك، الله معك، مع السلامة، شرفت. راح تتركنا يا حبيبي، راح تتركني يا مو، راح تترك امك. يا مو كلها اسبوعين زمان. اسبوعين؟ بالكثير 20 يوم. ابراهيم. ام ابراهيم. شو رح تعملي لنا اياها مناحة؟ هي حرب يا ام ابراهيم، حرب. بعدين انت من امتى بتتدخلي بامور الرجال؟ تعي عيني تعي. في كلمتين بدي اقول لك اياهم قبل ما تتيسر. ما اتدخل؟ ليش ابراهيم وابني كمان؟ يا الله يا الله يا كريم، لا تحيجنا للنقيم يا رب.